معاه بالكواليتي اللي حضرتك بتتكلم عليها، مش كان برضو المفروض بحكم خبراتهم السابقه، حتى لو افترضنا طبعا ان كل واحد فيهم محطوط في مركز تاني غير مركزه الاساسي وانعكاسات ده سلبا على الاداء بطبيعه الحال، بس على الاقل نشوف حد اعلى، حد ادنى عالي شويه عن اللي احنا شفناه، نشوف شويه كوره. ما الحل فعلا اللي حضرتك قلته، الحل عند اللعيبه، استنفار اللعيبه نفسها. يمكن انا كنت اتذكر اكيد هم لامسين ومش راضيين عن اللي بيحصل. يعني انا كنت اتذكر مثلا لعيبه الاهلي كان ايام مانويل جوزيه، افتكر حتى الدكتور طه اسماعيل كان في مره في ماتش الصفاقس الشهيره كان الاهلي تعادل في القاهره ورايح فرادس، خلاص 0-0 الاهلي بره، فهو قال جمله حلوه جدا، قال لك المباراه هناك مش مباراه مدرب بقدر ما هي الاستنفار اللعيبه، انت انتصر لنفسك، انت النادي الاهلي، انت حاول تنتصر لنفسك، خلاص انت تعثرت على ارضك بالتعادل، هناك التعادل السلبي يطلعك بره، فانت لازم فهو ده اللي حصل، اللعيبه نفسها اتشحنت فلعبوا مع كامل تقدير طبعا لمانويل جوزيه، لكن اللعيبه نفسها كان استنفار اللعيبه في الملعب، احنا بنلعب باسمنا، فده اللي موجود النهارده هو الحل الوحيد، ان اللعيبه نفسها تلعب لنفسها، صلاح يلعب باسمه، صلاح بتاع ليفربول ما زال مش موجود مع منتخب مصر، ما زال اسباب اخرى بقى او اي اعتبارات مش مشكله، بس انت المفروض انت النهارده انت اللي تقود المجموعه، انت وتريزيجيه والنني واللي هو الجماعه المحترفين. وبالمناسبه استاذ محسن، كون ان محمد صلاح مش موجود على حد تعبيرك دي حاجه نغلط فيها صلاح؟ لا لا طبعا، بالمناسبه فيها الاوضاع العامه اللي صلاح محطوط فيها هو موجود، بس انا اقصد يعني اوضح لحضرتك الحته دي، كانت ناس بتنتقد ان صلاح مش بنفس الاداء. موجود بمعنى فاعل يعني فاعل. انا اقصد اقول لا هو موجود وفاعل، هقول لحضرتك ليه. النهارده بتقول مثلا في ماتش ليبيا صلاح ما عملش حاجه مثلا يعني ايا كان، طب حركت تطلعه كده ما تقدرش تطلعه، عارف ليه؟ لانه هو موجود شاغل معاه مان تو مان والثلاثه بالظبط، يبقى واحد المان بتاعه اللي معاه ومعاه واحد قريب منه والثالث خلي بالك من صلاح، فشاغل ثلاثه. طب انت النهارده لما تلعب ماتشات في افريقيا لازم صلاح موجود حتى لو ما عملش حاجه باسمه، زي الاهلي كده لما يروح يلعب في افريقيا الفرق بتتهزم منه خايفه من اسمه، حتى لو الاهلي كان سيء بيتخافوا من اسمه فييجوا مغلوبين. فكذلك محمد صلاح وجوده، خلاص انت بتلعب مع الفرقه ناقصه ثلاثه في وجود محمد صلاح، هتقول لي ناقص محمد صلاح ما عملش حاجه بس الفرقه الثانيه ناقصه ثلاثه، انت بتلعب 10 وبيلعب 8، فهي دي الفكره ان انت بس اقصد اقول ان صلاح بقى المفروض يكون فاعل اكتر من كده، يعني انا وجهه نظري يعني هو ايه. في ناس قالت لك ده بيخاف على رجليه وفي الالتحامات. لا 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 مش كان بيتقال والله انا ايوه طبعا بيتقال طبعا بسبب ان هو ايه يعني في الفتره الاخيره مثلا ما سجلش او كده، لكن لا هو موجود طبعا، دوره مهم جدا زي ما قلت لحضرتك، وجوده مهم جدا 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 حتى لو ما كانش لو ما عملش حاجه. فاستنفار اللعيبه اللي احنا افتقدناهم على الاقل في كاس العرب اللي هم مجموعه المحترفين اللي هم المفروض التورته بتاعتك يزينوا التورته بتاعتك، هم المفروض يعملوا كده مع مجموعه المحلين اللي هم بالتاكيد ما يقلوش طبعا. ده اللي احنا بنقراه، لكن لو هنروح لكيراش اللي ما حدش عارف يقراه لحد هذه اللحظه. عايز مناجم. فبتشوف اسلحه كيراش ايه؟ بتشوف اعتماد كيراش هيبقى على مين؟ المحترفين. طب ما شفناش برضو ده يعني لما اتكلمنا في كاس العرب. ما هو كاس العرب ما فيش محترفين، فهو هو بيراهن على حته ان هو كان في كاس العرب ما عندوش صلاح، ما عندوش النني، ما عندوش مرموش، تريزيجيه. فلا دلوقتي الوضع يعني على جانب بقى فهتحسن اكتر، لكن هو طبعا اصابنا بالاحباط بالتصريح بتاعه. لسه كنت هقول لحضرتك حالا، طب طالما انت بتتكلم ان كاس العرب ما كانش عندك محترفين وكنت بتقول انت محتاج والوضع هيختلف وده اللي احنا كنا مشغلين ليل نهار بننقله عن تصريحاته، انت جيت دلوقتي بتتكلم ان انت برضو ليه مش هتقدر وليه قارنت بكريستيانو؟ لو هنتكلم على حضرتك على التصريحات اللي معناها الشاء بالشاء يذكر، سنه 98 لما المنتخب راح شارك في كاس افريقيا في بوركينا فاسو، محمود الجهر الله يرحمه كان مدرب المنتخب وقال احنا هناخد ال 13 من الجماعه اللي رايحين دول اللي هم 16 فرقه. هو عمل ليه كابتن الجهر الكلام ده الله يرحمه؟ خف العبء النفسي والضغوط عن كل اللعيبه وبالتالي راح خد البطوله. ماشي، هنا كنت اقدر اقول ان هو بيخف العبء النفسي عن لعيبته، بس انا مش شايف ده يعني كنت اقدر اقول اللي هو ايه يعني ايه يعني قلت ان هو بيخف العبء بقى خلاص احنا مش مرشحين وبتاع فانا اروح نلعب براحتنا. لا انا مش شايف ده، لان هو راح اثقل كاهلنا بحته انا جاي عشان كاس العالم. طب انت منين ضمنت؟ انت منين مين قال لك ان انت ضامن تاخد كاس عالم؟ طب ما ده ممكن يبقى ليه انعكاس نفسي سلبي اصلا على اللعيبه بتاعتك. صحيح. على المنتخب ما هو بتاعك. ما هي دي المشكله، ان هو في عشان كده احنا لا نامل للاسف في المنتخب انه يذهب بعيدا. يعني انا في وجهه نظري هيتخطى الدور الاول، لانه على الاقل هياخد ثلاثة مش هقول اثنين لانهم بياخدوا اثنين وافضل اربع توالد، فمنتخب مصر اكيد منهم واكيد طبعا مش ثالث، لكن المباراه الاولى مهمه جدا بالنسبه لنا لانها تحدد طريقك، يا طريق الجزائر اللي هو صعب جدا، يا تخش بقى مش عارف ثاني المجموعه الايه ولا ثالث المجموعه الخامسه، يعني مجموعات فرق اقل شويه، فتدي لك فرصه ان انت تخش مربع زي هو بيلحس كلامه كمان في بعض الاحيان. يعني هو
قبل انطلاق بطوله كاس العرب يعني قال ما معناه كده ان احنا ايه ان هو يعني عينه على افريقيا وهو عايز ياخد كاس العرب مش مهم وعيني على افريقيا. رجع دلوقتي قال لك ليه بلاها امم افريقيا عشان مركزين في كاس العالم. من يحاسب كروش؟ يعني ده السؤال. مين ده السؤال كويس. مين بيحاسب كروش؟ يعني كروش عمال يقول يعني بس هو كروش برضه عنده حق يقول في هذا مع اذا كان الكابتن احمد مجاهد قال تصريحه لحد النهارده ما فسروش حتى يعني هو ما فسروش اللي هو خلاص بالبلدي كده الاهلي لبس في موضوع كاس العالم للانديه ده. طبعا تضارب المواعيد بين افريقيا بالظبط.